اليوم رح نعمل انبوكسنج للاكس سي ام 50 مايك، وهو يو اس بي مايك من براند فرعي جديد لرود اكس. رود ساعدوا صانعي الافلام الموسيقيين والمذيعين من انهم ينقلوا محتواهم لمستوى اكبر من خلال حلولهم المتميزة وجودة الصوت الاستثنائية، وحالياً رح يعملوا الشي نفسه مع الجيمرز والستريمرز. الـ XCM 50 مايك هو بريميوم كوندنسر مايك، وهذا الشيء يعني انه رائع بتسجيل الترددات العالية، وبالواقع الاستديوهات بتفضل هالنوع من المايكس نظراً لتفاصيله ودقته العالية. بيجي معه ترايبود وسوينج ماونت بيخليه يتحرك 360 درجة. هالشي كتير مفيد لأنه بيسمح لك تركب المايك بشكل مثالي. وكمان بيجي معه USB-C كيبل ويونيفاي اللي هو برنامج بيخليك تتحكم بكل مصادر الأصوات من مكان واحد. وهالشي بيخليه ممتاز للستريمرز. في شيء كمان كتير حلو بيخليه مناسب للجيمرز والستريمرز، واللي هو انه فيه افكتس ومعالجة داخلية. وصلت المايك وعم بعمل ريكوردينج لورجيكم قديش الصوت واضح والصوت ما فيه ولا ثانية من التأخير لما تكون حاطط سماعتك. حبيت هالتصميم الجديد، رحلة جديدة لمنتجات رود X.